رحمة الله الجزء الثاني من تحدي السير. آخر مقطع يا جماعة الخير وصل فوق 3 مليون مشاهدة و300 ألف لايك. فبهذه المناسبة عزيزي المشاهد، في حال إن في شخص اليوم فاز راح تكون جائزته كالآتي: آيفون 14 برو 5. فاتورته معه ترجع وتحط 7000 وعليها بجيبك. 7000 وعليها. ترجع وتاخذ، تمام؟ وبسبب احتجاجات البعض في الكومنتات وايضا المشاركين عن كتاب مودي، تمت بهذه اللحظة اعلان تغيير الكتاب الى كتاب نخرور. 7000 سؤال وجواب راح يكون الكتاب هذا، هو الكتاب الجديد. ما عندك عذر، ممتاز؟ طيب، طريقة المسابقة، لكن قبل لا ندخل فيها لازم نرفع يدك كلنا يا جماعة الخير الآن. يا رب. أسأل المولى عز جلاله إنه يسعد أي شخص جالس ناظرني. آمين. ما تدرون قديش يا جماعة أنتم قاعدين تسعدونا، كلامكم ودعمكم أشكركم عليه، وما بقى لنا يا جماعة الخير شيء على 6 مليون، فتأكد عزيزي المشاهد إنك مشترك. أسأل الله يا من اشترك إنه يجعل في جنات النعيم. آمين. وإنه ييسر أموره. آمين. ويسرح صدره. آمين. ويحل العقدة من لسانه يفقه قوله. آمين. طيب، أما أنتم؟ آمين. جاهزين للقرآن؟ بإذن الله. شروط المسابقة على السريع، زي ما أنتم شايفين يا جماعة الخير عندنا هنا سيرين، سيري يمين وسيري يسار، وراح يركب واحد هنا وراح يركب واحد هنا، ممتاز؟ 1v1 في اللحظة اللي راح تمسك فيها يدك هذا المكان أو هذا المكان راح تستبعد، راح يكون نظام 1v1 إلى النهاية، ولكن في النهاية راح تلعب ضدي 1v1. في حال إنك فزت والله إن الجوال من نصي. خلوني يا عيال! راح أكون الشخص اللي في النهاية، واضح؟ والله حلو يا جماعه. لا احد يسوي يا جماعه الاشياء هذه في البيت، احنا ماخذين الاحتياطات ومضبطين الامور وعارفين ايش قاعدين نسوي. ما نطول عليكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك. نسمي بالله، بسم الله. المتسابقين الاول اللي بختاره لا يعارض يطلع على طول بدون ما يتكلم، وكان يا ود جبه ريان. يا رب. اي والله حتى شوف الدنيا، شوف الدنيا بدينا. طيب، بمشيكم على الهادي الان وبعدها لا تلمس. ما تذكر طحت بالله. لا حد يلمس يا جماعه، تذكروا لا حد يلمس. لمست لا تلمس. كان عادي لا تلمس نهائيا. اخر مره اقول والله بطلع عرضي. اوكي تمام. طيب، يلا تكون الطريقه كالاتي: بسال سؤال، اللي بيجاوب غلط الثاني راح ازيد سرعته. حلو. اللي بيجاوب صح اموره طيبه. يلا. الثاني يعني بيلقوا، ما في تنزيل رفع بس. نحمي على السريع، نحمي على السريع، ركز معي. ايوه على السريع. 2-1 وقتين. ياس 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 وقت قبل. 3-3 6 9 غلط غلط غلط. يس حلو بعد الحين. الجواب واحد لو غلط خلاص. ما تقعد تقول على. نحامي مرة ثانية. 5-5 25 قبل صح. والله قبله والله قبله. ياري والله العظيم يا عبقري. عليه نفس الأسئلة من الكتاب. يا ريان صح. ما هو أطول أنهار؟ ما هو نهر النيل؟ نهر النيل صح. ياس ايوه يما عيال معلم. هذا ما الايفون لي يا عيال. انا صفحتكم قبل المقطع قلت لكم. ما هي العمله التونسيه؟ الليره، الدرهم، الدينار. الليره. دينار. 3-3 مره ثانيه. 9 صح. كم 9 3-3 السؤال تكفى. لا ما جامد. اول غلطه يا اخي. من مكتشف الهند؟ كولومبوس، فاسكودي، ماجلان. ماجلان صح. كولومبوس. ليش تجاوب؟ كولومبوس امريكا. والله اعرف اليوم بجاوب. والله فاسكودي. والله اني داري. طيب يا اخي فاسكودي انا داري عظيم. من هو مخترع المصباح الكهربائي؟ اعرفه جعلني اموت. العالم ميمان، العالم ليبريشي، توماس اديسون. توماس اديسون صح. واه انا اقول لي يا عيال. 4-4 16. يلا مشي. 5-1 5 صح عليك. اوكي 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 عادي عادي. ثاني غلطه. ثاني غلطه. بسم الله انت بهريان. 3-1 انت بهريان صح عليك. يا عيال ما اسمع السؤال. 5-1 5 الله يقطع الدوري صح يا حمار. قاعد يساعدك. 9-9 81 81 81 المسبح شكله. من مخترع الرموز الجبرية؟ والله ما أعرفه جدي. لا أحمد لا
احمد اقبل اسم الرسول الاول محمد وعليك يا اكرم الرسول لا انت تعب واحد انت تعب واحد تسعه وعليك ياس وقف يا احمد وقف بدر زياد اطلع يا سلام يا اخي الله يسعدك احمد يدك خلها زي كذا انا علينا بدر لا ابي احطهم معي اثنين متعافين لا بنروح انا وزياد وانا وبنو صدارة كلهم متعافين خمسه ضرب صفر 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 صح اثنين باثنين اربعه اربعه صح عليك معرق بنو هنا بعطيك اسم الكتاب بنو بالذكاء بفلوس اين عقدت اتفاقية إنشاء منظمة الأوبك السعودية بيروت الكويت سعودية مين تجاوب حمار يا حمار تجاوب قبل هذا المتر صدق عرق 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 ركز زياد ثلاثة بواحد ثلاثة صح عليك ايه قلبي 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 اثنين أربعة يلعن خير كم جاوبتهم طيب ما عملة أثيوبيا الفرنك الشلم البلغي فرنك فرنك غلط لا تخليه تكون فرنك ليه تكون فرنك يا الله يا زياد يا ويلي واحد بواحد واحد يا سلام تعال يا 20 بصفر صفر يا ويلي جاوب 5 5 25 يا ربي في انسحاب مره يشرب الغزال ولا ما الماء وش كم مرة ما ندري ما له ما له كم مرة كم مرة مرة في الشهر لا يشرب الماء أبدا لا يشرب الماء أبدا عليك إيه الحمد لله ما يشرب الماء ما يشرب شو ما يشرب الله الله عاد ما يشرب من الكائن الحي الذي يتذوق الطعام بقوائمه النحلة الفراشة الفراشة فراشة صعني حلوة حلوة واحد بواحد واحد أنا عليك تسعة باثنين 18 عليك أربعة باثنين ثمانية صح عليك زياد ولا اسم الاصمل تسعة بثلاثة عشرين ثلاثة صح عليك لا لا أربعة بواحد أربعة صح عليك خمسة بخمسة صح عليك ثلاثة باثنين ستة ستة صح عليك بسرعة أحمد بسرعة خليك أربعة بواحد أربعة صح عليك ثلاثة باثنين ستة ستة صح عليك خمسة بواحد خمسة صح عليك يا ولد والله من كذا تسعة بأربعة ستة وثلاثين غلط والله صح واحد بواحد أبي أنسحب أبي أنسحب أبي أنسحب أبي أنسحب أهم شيء إني حاولت زياد بس المنسحب الوحيد اللي عنده فوبيا من المويه بسأل أسأل سؤال استجابة أي بس الرياضيات فكنا منه ما نعرف ما نعرف طيب ما نعرف كلنا الرياضيات شوي ممتاز ما تبون الرياضيات ما تبون الرياضيات رايد نص بالنص خلاص ما تبون الرياضيات رايد نص بالنص طيب سؤال أول عدد آيات سورة الكوثر ثلاثة صح أوه أحسب درجة أحسب حروف أنا أحسب حروف لا عادي غش طيب هدوء أربعة بواحد أربعة صح عليك رياضيات ما أعرف ثلاثة باثنين خمسة قول لكم تزيدون واو هيدا مش واحد صفر على الشمال طيب ما الحيوان الوحيد الذي له أربع ركب وشو جمل غلط غلط الفيل اشو اشو الفيل الفيل في ركبتين هنا وين من الذي قام ببناء قبة الصخرة بالمسجد الأقصى بفلسطين الوليد بن عبد الملك الخليفة عبد الملك بن مروان الخليفة المأمون خمسة ثلاث ثواني ما جاوب غشونا 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 واحد اثنين ثلاثة كلكم غلط طب نزل كتاب واسرع سرعة أسئلة سرعة استجابة خمسة بثلاثة ثمانية ما أعرف الضرب اثنين ناقص ثلاثة اثنين ناقص ثلاثة خمسة جاوب غلط واحد أربعة ناقص اثنين اثنين صح عليك يا عمري والله مشوه تسعة ناقص ستة ثلاثة صح عليك يا عمري خمسة ضرب سبعة سبعة اثنين خمسة أجاوب غلط يس واحد ضرب واحد اثنين اثنين
بسم الله جدول الضرب نحمي فيه. ايوه هذا دفور. يلا 4 و2 16 صعب. صار ثلاثة طالب من المستحيل. 5 و3 25 صعب. ايش هذا؟ والله ما شاء الله 4 - 6 2 صعب عليك. كم عدد الخلفاء الراشدين؟ 4 صح عليك. ما شاء الله ما شاء الله يا عمري. هذا التبر في المدرسة هذا هو. ايش بتفكر بسال عشان اخسر؟ ليه ضرب 2؟ 4 اي هو اول واحد ترى جاوب جاوب انصح سرع. 3 ضرب 5 15 صح عليك. 9 - 3 6 صح عليك. طيب لك الكرشة. 4 - 1 4 كم واحد؟ 3 صح. بديت زيد 8 عنده حط مني يلا خلاص. 1 - 1 وصلت صح عليك. ياس يا زيد 0 - 0 0 صح عليك. في اي عام توفى الرسول؟ السنه الهجره. هدا 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 3 - 1 انا اول احب زدكم. 5 - 1 4 0 - 0 صفر عليك. يا متى سأسس ما أدري. مع بعض حبة. 2 - 6 سالب 4 صح. لا انا الان نتذكر يا جماعه دور ربع نهائي رايد وابو نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدا من سرعه الاربعه عند الجميع. كيف حالكم؟ يا مرحبا يا مرحبا. والله مسهل هذا بالشيخ. بس الشيخ هلا بك حطان على طول. اسال. طيب اسال. من هو اكبر شخص في الطور؟ احمد شو ولا لا؟ طيب من هو اصغر شخص بالباور؟ يزيد. موديس. موديس صغير. سلام. 2 - 1 مين؟ رايد. رايد ايش دعوه؟ بلاك ستريك. والله مش بس ستريك. طيب بسم الله. ما هي عاصمة الكويت؟ كويت. طلع عن خيال. لا 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 واحد 2 - 3 ابدا من 4 الان يا جماعه الخير المتسابقين في دور الربع النصف نهائي او الربع نهائي عفوا. 3 + 5 9 غلط. 8 تتبعون كلكم. يا حمي يا الحمي هو جاوب قبلي غلط. طيب انت مش عايه. 4 - 4 0 هذا قبل. والله صفر. ولا قلت صفر يا اخي. انت صفر يا اخي. يا احمد يا خشاش. 5 - 0 صفر صفر. واحد 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 غلط. تاخرت كلكم جابه غلط. فكر كثير انت ابو سريع سريع. إيه؟ 1 - 4 4 قبل. والله قبل. والله سريع هذا سريع. نسوي من السرعه 7 - 7 الان. 2 - 2 4 5 - 1 5 يا اسمع يا ركان. 0 يا ركان. 0
أي شيء بصفر صفر صفر ناقص ثلاثة صار ثلاثة الله يبلغ الله يبلغ يا سلام نفس الوقت خمسة زائد واحد ستة الله عليك والله ما هو أكبر حيوان في العالم الفيل الحوت الأزرق طلع إليس جاوبته واحد ضرب واحد واحد صحيح يا ريكان اثنين ضرب أربعة ستة ثمانية غلط لا أصمل خمسة ضرب أربعة 29 صح عليك واحد بس الخاطر تعبت وصل ماكس ركان ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة تسعة صح عليك وصل ماكس ركان راح نرفع له الآن فوق شوية خلاص مر طيب خمسة ضرب اثنين عشرة نقص عندي طيب نقص اللي عندي لا ما في تنقيص الآن واحد ضرب واحد واحد كلكم ماكس راح احطكم مع الصملة للنهاية يا ساتر ماكس ضد ماكس الصملة مسألة وقت الآن لياقة هنا أو هنا من يزرع سيسقط أولا طيب بننقص الآن واحد ضرب واحد واحد راح تنقص يا راكان حبة اثنين ضرب اثنين اثنين ضرب اثنين تنقص أنت بعد يا ساتر خمسة ضرب ثلاثة 15 تنقص زيادة اصبر قاعد انقصك اصبر انقصك انقص كلام انقص كلام انقص كلام انقص كلام ثمانية ضرب اثنين 16 صح عليك منك والله قلبها يا عيال اسلم عليكم وانا الاول وانا تلفوني لي تلفوني سلين الك مفتح ايها الاخوة السادة الكرام عندنا خبر مؤسف الصراحة والله العظيم احد الاشخاص المتاهلين اعلن انسحابه كليا فنذهب نشوف سادة يزيد سبب البطاط راح المتاهل معانا راكان تحية يستاهل والله انسحاب شريف يا يزيد والله انسحاب شريف والله بيرجع يشارك تشرف لا انت عليك لا طاب يلا الحين تضحك بعد شوي تعال بسم الله السؤال الاول شكلي برجع عاصمة السعودية الرياض سيارة سيارة عاصمة البحرين البحرين منامة صح عليك عاصمة قطر الدوحة دوحة صح عليك ما شاء الله يا ولد ابو نوح معرف 8 اس 2 64 صح عليك الرياضيات هنا سؤال في التحصيل القدرات يجيك وانت ذمك دكتور تعرف ما هو مركب الماء H2O صح عليك ايش ذا خمسة ضرب ثلاثة 15 بس عادي الرياضيات اثنين اثنين ناقص واحد 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 وين فرق أربعة ضرب أربعة 16 صح عليك خمسة ناقص اثنين ثلاثة ثلاثة صح عليك عدنا عدنا الكتاب بالله كتاب طيب حافظ أنت فاسد يس أين يوجد أكبر هرم بالعالم مصر غلط كلكم وش وين المكسيك وش المكسيك كيف أمه متى عند الفراعنة متى عند طيب بروحتك وطيح تسعة ضرب اثنين 18 أربعة ضرب واحد أربعة أربعة والله اللي جاك تسبح اللي وصل ماكس فشيت داخ 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 خمسة ضرب اثنين 10 اثنين ضرب صح صح مورك طيبة أربعة يدك اليمين شكله شرب موي كثير أمورك طيبة؟ شوي شوي طيب يا جماعة الخير وصلنا للنهاية أبو نور أحمد شوف أنت عندك حركات امسكها بسرعة هذا أول شيء ترى ما عمري نطيت مسبح الظاهر ما أذكر متى أنا بلعب بالدم أنا يوميا بالسير أشوف شوف يا إني أفوز فيها شوف أنا عندي لياقة ثلاث دقائق خمس دقائق يا إني أجيبها بالجواب يا إني بروح تعطي الحكم شيء من اللايف إيه اسمعني أنا أعطيك فكرتين مقطع والله العظيم إيه والله هو أقوى منك بسم الله جاهزين يا جماعة الخير نبدأ من أربعة مقاطع مليونية أنا مقاطعي 500 نبدأ من أربعة يا بدر بسم الله 3-2-1 جاهزين جاهزين ما هو أثقل جزء في جسم الحوت هل هو العين اللسان المعدة جاوب المعدة
اللسان. لا هو جاب غلط، هو جاب غلط. اي غلط اللسان. لحظة صادق. اي والله العظيم انه اللسان تو قريته من هنا. يلا. طيب ما هي عاصمة تونس؟ تونس. صح. تونس. ٢٥ ناقص 18 7 صح عليك ما شاء الله والله شكل فوز ابو نور طيب من هو انحف واحد في بابور يزيد يزيد ولا نواف نواف شباب من صعب السؤال ده عليه يزيد غلط طيب خمسة ضرب أربعة عشرين أحمد صح عليك أول أول بعد طيب 55 ناقص 48 سبعة سبعة أبو نوح صح عليك زود زود أنت صح 44 زايد 58 يلعن لا 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 وين لا تفكر فكر وتدوي فكر 44 زايد كم 102 صح صح لا 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 يا حبيبي 200 هنج هنج واحد يحسب ما هي عاصمة الرياض الرياض لا الرياض لا ما مش عاصمة الرياض هي دولة أربعة هي في الطق يا دوك ما هي عاصمة العراق بغداد صح عليك اسكو انت بترفع له اياها انت بترفعها ما ادري ما هو اول كم عمره يا غشاش بطل له اياها هي كم لا من هنا من النص لا بطل له اياها جبل يا عيال رايد قاعد يرفع بدل لا يزيد السرعه كذاب راح نعيد الجوله حقت بدل ارفع وشو قاعد ترفع السيف السؤال الاول بدينا من اربعه يا جماعه ما هو اضخم استديو في العالم استديو شركة سوني، استديو شركة فيبليكس، استديو شركة يونفيرسال في لوس أنجلوس. يونفيرسال في لوس أنجلوس. صح عليك. Yes. Yes. والله إنه صح عليك. أين تقع مدينة مرعش التي بدأها خالد بن الوليد؟ شمال سوريا قرب حمص من ثغور أرمينيا. شمال سوريا. خطأ عليك. الحمد لله. الحمد لله. زود أشوف. يا أخي. ثلاث ثواني ما جاوبنا كلنا نرتفع. يلا. أصغر جمهورية في العالم. هي سان مارينو اين تقع امريكا الجنوبيه وسط اوروبا ايطاليا زود 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 ايطاليا صح عليك ايطاليا ايطاليا ما هي عاصمه اليابان في طوكيو قبل 1662 كيتو اوساكا يوكوهاما والله زود معك زود زودو تبي اصلا تعالي صلي هذا الصلاه اللي امريكا اول دوله تكتب فيها النفه ما هي الدوله الثانيه المكسيك مصر ايران المكسيك قريبه منها خطا الله يكرمك مصر زود ما أعمق منجم في العالم منجم كيرلي في جنوب هذا منجم وست منجم وسترن ديف 3 2 1 زودوا كم تساوي الصلاة في المسجد الأقصى 500 لاسكو لاسكو طول كم يبلغ طول وعرض ملعب كرة القدم طوله 90 طوله 120 طوله 100 ها زيد كلنا زيدوا كلكم الله يلعن استغفر الله انزل لي يا بدر انزل لي انزل لي كم يساوي راس المولود بالنسبه لجسمه الثمن الربع الثلث خطا زود والله تخفي بالجوال والله والله بالدم اي من الحيوانات يميز الالوان كالانسان الثور القرود الحيوانات الحيوانات خطا زود ازيد واحط ماكس كم يبلغ عدد عيون الذباب ثلاث اربع خمس ثلاث اربع خمس عيون الذباب ثلاث اربع خمس زودوا كلكم زودوا كلكم كم عين للنحلة اثنين ثلاثة خمسة البائس طبعا اللي ما يدري احمد سوي رياضة كل يوم يركض 45 دقيقة والحين 5 دقائق ما فرقت معه قهر البائس معنا في هذه البطولة شونج اكسبو والله هلا والله تجارتي طيب اللي يحس انه رجال ينزل لي الان فيكم انا ما راح نلعب اسئله الان بس نحط سبعه ونقعد نزيد مع بعض كل شوي شوف الصمت يلا يلا بسم الله يلا نبدا من يا ترى من ياخذ زود زود ثمانيه ثمانيه بس اركضوا ايوه اكثر راح لحد اي واحد يمسك ترى برا اللعبه زين 3 2 1 زود تسعه تسعه قدام عيني حط تسعه تسعه يلا اركض
والله أركض. صهيب ساكت معرف ياخذ نفس. 3 2 1 تود 10. هذا اخر مقطع وجيهم كله كذا ضيقه نفسنا. 3 2 1 زود زود. ايوه بس ايه كانك لا 11 بالضبط. زيد 3 2 1 زود. ما سعيد ترى هذا التعريق الحقيقي هذا فات والله الان ماكس ترى الحين نشوف ارفع ارفع ارفعكم ارفع حبه 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 زودوا بعد نشوف زياده ولا ماكس كذا زود 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 ها صرف 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 انسى والله الحين صفق احمد صفق يا الحين ها الان صفق احمد صفق يا الحين احمد صفق يا الحين احمد صفق ايوه احمد وصلنا نهايه المقطع ارسل لايك واشتراك السلام عليكم.